خلال هذه الاتفاقيه اللي توقعت امام السيد رئيس الحكومه غادي يتم تمويل واحد البرنامج ديال اولا تاهيل واحد الاعداد ديال لي ستاد اللي تهيئ لا لاكان 2025 ولا كاس العالم 2030 وبما فيهم المركب الرياضي اللي غادي يكون جديد ديال بن سليمان. هناك تعليمات جات الملك الله ينصرو اللي باش هاد التجهيزات الاساسيه تكون في مستوى دولي وتلائم مع بطبيعه الحال كل المعطيات اللي هي ضروريه في دفتر التحملات لا ديال فيفا ولا ديال الكاف. والاشغال راها انطلقات في واحد العدد ديال لاعاده لهذا التاهيل ولا ايضا فيما يخص ستاد ديال بن سليمان باش يكون ليتود اركيتكتورال ديال هذا الستاد اللي غتكون هي الانطلاقه ديال هذا المشروع ان شاء الله. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.